من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الصفات النفسية الموجودة في الإنسان كثير منها صفات متناقضة، بمعنى أنه إذا وجدت صفة فإن الصفة الأخرى لا يمكن أو يستبعد أن تكون موجودة. بعض الصفات تناقض البعض الآخر، مثلا الإنسان إذا كان يشترك في الحروب ويقتل فإن هذه الصفة الموجودة فيه الشجاعة المتضمنة لإعمالها في ساحات القتال، هذه تسبب أن تنقص في هذا الإنسان الرحمة، لأن حالة الشجاعة العملية تناقض عادة حالة الرحمة. إذا الإنسان قتل الناس فإن الرحمة فيه تقل، هذا بشكل طبيعي وبشكل عادي. ولهذا كثير من الأحيان نرى الإسلام يكره بعض الأعمال لأن تلك الأعمال توجب ضعف أو زوال صفة من الصفات المحببة. مثلا الإنسان ينتهج أو يعمل بذبح الحيوانات، هذا العمل جائز أن يذبح الإنسان الحيوانات، ولكن إذا الإنسان دائما مارس هذه الحالة عادة حالة الرحمة والرأفة فيه إما أن تزول وإما أن تقل. طبعا إذا كان في القتل أو الذبح هذا الحيوان الفائدة، ولكن إذا كان قتل ذلك الحيوان لا فائدة فيه، هذا محرم. إذا كان من الحيوانات الكبار محرم في الشريعة، وإذا كان من الحيوانات الصغار كالحشرات غير الضارة وغير المؤذية فإنه مكروه. مثلا الإنسان يقتل هرة، هذا محرم، وفي الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشائش الأرض حتى ماتت، هذا القتل لأنه ليس فيه فائدة محرم. أما إذا كان من الحشرات غير الضارة مكروه، في الحديث الشريف نهى النبي عن قتل النملة لأن النملة حيوان غير ضار، نهي كراهة يعني مكروه. على كل حال الإنسان ينتهج ذبح الحيوانات المفيدة، مثلا يذبح الخرفان أو ينحر الجمال، هذا عمل مكروه
لماذا؟ لأنه يسبب نقصان حالة الرحمة والرأفة في داخل هذا الإنسان. فالصفات النفسية في كثير من الأحيان متضادة، والشخص الذي يتمكن من جمع هذه الصفات المتضادة، الشخص الذي يتمكن، وكثير منها فضائل، يعني كلا الطرفين فضيلة لكن بينهما تضاد، إذا تمكن من جمعها فإن هذا الإنسان إنسان نادر، إنسان قليل. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان في ساحات الحروب أشجع الشجعان، وفي الليل في المحراب كان يبكي من خشية الله إلى أن كان يغمى عليه. ولهذا يقولون أنه جمعت في صفاته الأضداد في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. في ساحة القتال أشجع الشجعان، وفي الليل أعبد العباد. عادة هذا الإنسان المبارز المشترك في ساحة القتل قلبه يكون قاسي فلا يبكي، فكيف بشخص جمع بينهما؟ فجمعت في صفاتك الأضداد. فالإنسان الذي يجمع بين هاتين الصفتين المتضادتين اللتين هما من الفضائل قليل جدا. أصحاب الرسول لتربية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الآية تقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذا الإنسان كان شديد مع الكفار عادة مع صديقه أيضا يكون شديد، إذا كان عنيفا مع عدوه مع أهله أيضا يكون عنيف، لكن إذا جمع شديد مع الكفار ورحيم مع المسلمين، هذا حالة قليلة. تربية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتركيزه عليهم سببت أن هاتين الصفتين المتضادتين وكلاهما من الفضائل تجتمع فيهم، يعني في المسلمين. مثال آخر، بخس الناس حقوقهم. الإنسان إذا بخس الناس حقوقهم، البخس يعني النقصان، ينقص من حقوق الناس، هذا الإنسان نفس الحالة أيضا يكون له مع الله سبحانه وتعالى، يبخس في حق الله. إذا بخس في حق الناس لا يمكن أن يوفي حق الله، لأنه كما ذكرنا الجمع بين صفتين متضادتين صعب ومشكل. إذا بخس الناس حقوقهم أو أشياءهم لا يمكن أن يفي بحق الله سبحانه وتعالى. لهذا الله سبحانه وتعالى ينهى عن بخس الناس أشياءهم. في شعيب عليه الصلاة والسلام كان يعيش في قرية أو في مدينة هي مدين أو مدين، في هذه المدينة كان هناك ناس من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا الاسم مدين اسم لأحد أبناء أو أحفاد إبراهيم، فذريته كانوا في تلك المدينة، لكن بالتدريج انحرفوا، فالله أرسل إليهم شعيبا. شعيب كان يوصيهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الإنسان يمكن أن يبخس الناس، كيف يمكن أن يبخس الناس أشياءهم في المعاملات ويمكن في الفضائل؟ بيان ذلك، الإنسان قد يجري معاملة يغش الناس، يقول له إن هذا الحجر أو هذه الوزنة وزنها كيلو ولكن هو أقل من كيلو، فيأخذ المال الأكثر ويدفع الشيء الأقل. هذا بخس للناس أشياءهم في القضايا في المعاملات. هذا الإنسان إذا غش الناس فإنه يغش الله أيضا، يحاول أن يغش الله. طبعا الله بصير بالعباد، لكن الإنسان يخدع نفسه،
يظن أن الله تعالى كسائر الناس إذا تمكن من غش رجل مسلم كذلك يتمكن من أن يخدع الله سبحانه وتعالى. يخادعون الله المنافقون يظنون أنهم يخدعون الله، يعملون عمل يتصورون أنه خداع لله، لكن الله بصير بالعباد، فيغش المسلمين في بضاعته ويتصور أنه من المؤمنين، يصلي ويصوم يظن أنه هذا هو الإسلام، لا دخل للمعاملة في الإسلام، مع أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول الدين المعاملة، وفي حديث آخر يقول الإمام عليه الصلاة والسلام لا تنظروا إلى كثرة صلاة الرجل وصيامه بل انظروا إلى صدق حديثه وأداء الأمانة إذا أدى الأمانة. أما إذا نقص من حقوق الناس، إذا بخس الناس أشياءهم بضاعتهم، هذا الإنسان أيضا ينجر إلى ارتكاب المحرمات الأخرى، ينجر إلى أن يبخس حقوق أقربائه إلى حقوق أصدقائه، حتى أنه يبخس حقوق نفسه يظن أنه بصالحة ينقص من حق نفسه أيضا. هذا في الأمور المادية. كذلك في الفضائل، إذا رجل لا يعجبني هذا الرجل، أنا لا أحب هذا الرجل، إذا لذلك فضيلة يجب علي أن لا أنكر فضيلته، لا أبخس هذا الشخص شيئه، لا أبخس هذا الشخص فضيلته، لأنه إذا الإنسان فعل هذا الفعل يبتعد عن الله سبحانه وتعالى، يتكبر على أحكام الله. في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتمع مع بعض الأصحاب في مكة في بيت من البيوت ويتلو عليهم القرآن في منتصف الليل، يعلمهم الأحكام، لأنه في النهار كثير منهم كانوا مشغولين، إضافة إلى أن المشركين والكفار كانوا يمنعون الرسول من التبليغ بالنحو الأحسن، فكانوا يجتمعون في منتصف الليل أو قبيل الفجر في محل أو في دار، ثم الرسول كان يتلو عليهم القرآن. في ليلة من الليالي ذهب أبو جهل إلى قريب تلك الدار ليستمع إلى القرآن، ذهب خلف الدار حتى يستمع إلى هذا القرآن، كان منكشف أنه المسلمين في هذا المكان يجتمعون، انكشف لهم. حينما استمع إلى القرآن وإذا به يرى أبا سفيان، شاف أبو سفيان أيضا جاي في ذلك المكان ليستمع إلى القرآن، فتعجب قال ما الذي جاء بك هنا؟ فقال له أبو سفيان الذي جاء بك أنت ليش جيت؟ أنا بنفس السبب أيضا أنا جيت لأستمع إلى كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو سفيان سأل أبا جهل قال له هل تظن أن محمد صادق أو أنه كاذب؟ فقال أبو جهل والله إنه لصادق، من باب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، متيقنين بالحق لكن يجحدونه للظلم والطغيان والعلو. فقال له أبو سفيان لماذا لا تؤمن به؟ جاي تسمع كلام الله سبحانه وتعالى خفية ولكن في العلن تحارب الرسول، حتى في الحديث الشريف الرسول يقول إن لكل نبي فرعون وفرعوني أبو جهل، أبو جهل كان فرعون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له لماذا لا تؤمن به؟ فماذا كان جواب أبو جهل؟ قال إن بني هاشم كانوا يطعمون وكنا نطعم، كانوا يقرؤون الضيف وكنا نقرأ الضيف، كانوا يفعلون الأمور المحببة كنا نفعل الأمور المحببة، كنا كفرسي رهان متساوين، كل ما يفعلون من خير نحن نفعل، كل فضيلة لهم نحن أيضا لنا تلك الفضيلة. إلى أن جاء رجل
وقال إني رسول الله. أنا أعلم بأنه رسول الله وأعلم بأنه صادق، بس أنا شلون أجيب القبيلتي فد رسول آخر من الله؟ فهذا صار امتياز وميزة وفضيلة إلى بني هاشم، نحن لا نتمكن أن نقارنهم بتلك الفضيلة وأن نساويهم بتلك الفضيلة. فقلنا شنو نسوي؟ أحسن شيء أن ننكر هذا الرسول حتى فضلنا مع فضل بني هاشم يكون متساوي. هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بأنه رسول لكنه يبخسه حقه، يعلم بأن الله اختاره لكنه لا يريد أن يعطيه حقه، حتى أنه حاربه وقتل في المعركة وإلى جهنم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خاطبهم: أوجدتم هؤلاء قتلى المشركين؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فواحد قال للرسول إنهم لا يسمعون، الرسول قال إنهم أسمع منكم، أكثر منكم يستمعون، لأنه أنتم محبوسين في الجسم، روحكم محبوسة في الجسم محدودة بحدود المادة، هؤلاء روحهم انفصلت عن أجسادهم، فلهذا الميت أسمع من الحي وأبصر من الحي، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لأنه تحرر عن قيود المادة الجسم. فهذا أبو جهل لأنه كان طاغيا، لأنه كان عاليا في الأرض ومن المفسدين، بخس الرسول حقه، هذا البخس سبب أن يدخل في النار، يدخل إلى جهنم، يخسر الدنيا والآخرة. هو مو أبو جهل، مو اسمه أبو جهل، هو اسمه هشام أو عمرو ابن هشام، لكن في الدنيا يقال له أبو جهل لفعلته، يعني صاحب الجهل، وفي الآخرة أيضا عذاب ويلعن: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا لأنه بطغيانه بخس الرسول حقه. وكذلك أعداء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أعداء أمير المؤمنين كانوا يعلمون علم اليقين أنه على حق، حتى أنه حينما جاء نبأ مقتل أمير المؤمنين معاوية بكى عليه، بكى على أمير المؤمنين، لأنه يعلم أنه الحق، لكن الطغيان سبب أن يحاربه. وكذلك في حديث موجود أن عبد الملك ابن مروان طلب الإمام زين العابدين بالقوة إلى الشام، فالإمام الباقر ينقل يقول: جئنا إلى الشام، فسأل مجموعة أسئلة من الإمام. الإمام في طريقه إلى الشام وصل إلى مدينة مدين، وفي هذه المدينة مدينة شعيب التقى براهب النصراني، فذلك الراهب في قضية مفصلة أسلم على يد الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. فالإمام التقى بهشام بهشام بن عبد الملك، وبعد هذا اللقاء سأل مجموعة من الأسئلة وقبل جبهة الإمام. هذا هشام نفسه قبل جبهة الإمام وقال له: يا ابن رسول الله، أنتم أولى بالأمر منا. الإمام رفض، قال له: ابقى بالشام عندنا. الإمام رفض. ثم لما خرج الإمام من الشام أمر هشام أن يمنع أن واحد في الطريق يطعم هذين النفرين حتى يموتا جوعا وعطشا. كل مكان يمرون لازم يشترون أطعمة أو أكل أو شيء، ماكو محد يبيع لهم. لماذا؟ لأن الخليفة أمر أي واحد باع لهم نقتله. فالإمام رجع، يقول الإمام الباقر: نفذت مؤونتنا، كل ما رحنا إلى محل أو إلى قرية نريد نشتري منهم ما حد يبيع لنا. فأضر بنا العطش الجوع إلى أن وصلنا إلى هذه المدينة. المدينة أغلقت، أغلقوا بابها، قالوا هذا جاي الآن، إذا ما نعطيه، إذا نعطيه الخليفة يقتلنا. فأغلقوا باب هذه المدينة، فصعد الإمام زين العابدين على تل وقرأ هذه الآية عن لسان شعيب: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فهذا الشخص الراهب الذي أسلم على يد الإمام أطعم الإمام وأعطى طعام كثير، فحملوه إلى
هشام في الطريق مات، هذا الراهب في الطريق مات. المقصود أنه هذا الشخص يعلم، هشام بن عبد الملك يعلم بأن زين العابدين هو الخليفة، هو المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى، وفي محضره يقبل جبهته، وفي محضره يكرمه، ولكن حينما يخرج من عنده يقول هذا لازم نموته، ولكن لا نريد أن وبال قتله ينحسب علينا كما قتل أبوه الحسين ووباله كان علينا وصارت لنا مشاكل، نمنع عنه المؤونة يموت عطشا وجوعا فنتبرأ من دمه، نقول لا علينا به القضية مات جوعا. فيعلم بأنه هو الحق، لكن من باب أن الملك عقيم يحارب الإمام، يبخس الإمام حقه. فماذا حصل من هذا الشيء؟ أيام معدودة راقته الدنيا، حلية الدنيا في عينه، بعد ذلك انتقل إلى عذاب دائم كما يقول أمير المؤمنين، ولكن حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. أما بالنسبة لنا أمير المؤمنين يقول أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لولا الوظيفة الشرعية، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله، يعني لولا ما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها، يعني تركت هذه الرئاسة ولألفيتم دنياكم هذه أهون عندي من عفطة عنز، لأنه متيقن بالله، متيقن بالآخرة. أما الشخص الذي يلتجئ إلى الدنيا، يحب الدنيا، هذا الشخص من جملة ما يفعله يظلم الآخرين، ومن ظلمه أنه يبخس حقوقهم، فهذا الشخص ينجر إلى أن يبخس حقوق الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان ما بخس الناس حقوقهم، أدى حقوق الناس سواء كانت حقوق مادية أو فضائل، هذا الكلام اللطيف هذا كلام قاله زيد، صحيح أن زيد عدوي، لكن إذا نقلت هذا الكلام أقول قال زيد، أو لا أنقل هذا الكلام لماذا أظلمه في حقه. إذا الإنسان لم يبخس الناس حقوقهم، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول أولا هذا الإنسان الله يعطيه العزة، إذا لم يبخس حق حتى عدوه الله يعزه. في حديث آخر الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يوسع عليه في رزقه، الإنسان إذا غش الناس الله يضيق عليه في رزقه، البركة تزول من رزقه، لكن إذا الإنسان وفى الناس حقوقهم الله يوسع في رزقه، وأيضا الله سبحانه وتعالى يغنيه من فضله، فيوجد العزة بسبب عدم بخس الناس أشياءهم، ويسبب أيضا وسعة في الرزق، ويسبب غناء الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، إلى أن يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور.